جرافي شبك؟ قلتي لعنيكات إنه يطلق شريا؟ آه؟ شو جنيتي أنتي؟ بتعرفي إنه قال لشريا إنه هو ما بيحبها أبداً؟ أنوج، شريا قالت لأخي إنه ما بدها تضل معه بعد هلأ، ومنشان هيك نحنا ما فينا نجبرهم، صح؟ يعني بالأول كان قرارهم إنهم يتزوجوا وتزوجوا، بس هلأ قرارهم إنهم ينفصلوا عن بعض، وهذا الموضوع عادي. شو يعني الروابط ما بتهمك جرافي؟ آه؟ أنت مو معقولة عن جد؟ بناء الروابط وكسرة سهل يعني؟ لا أنوج، أنت أكيد فهمتني غلط، أنا بقدر الروابط وإلا ما كنت خليت أخي يجي يحكي مع شريا، وطريقة اللي حكت فيها كانت سيئة وكأنه هي أكبر من هيك. أنا ما فيني إلزم أخي يكمل بهذا الزواج، خصوصي بعد اللي شفته منها. يعني هلأ بفهم منك أنه أخوك الصح وأختي هي الغلط؟ آه؟ ليش عم تتخانق معي أنوج؟ ما عم خانق جرافي. أنت ملاحظ على حالك أنك عم تعيط علي أنوج؟ أنوج أنا ماني رايقة لحتى نتخانق. جرافي أنا آسف، آسف لأني رفعت صوتي، أنا آسف. ليكي ما بيهم هلأ غلط مين كان حبيبتي، نحن منعرف الحقيقة، ومشان هيك لازم ما نلوم بعض، ومثل ما قلتي المهم نحن، عن جد اللي بيهم هلأ هو نحن والولد. يعني إذا صار أي مشكلة بيناتنا ابننا هو اللي رح يتأثر، مزبوط؟ وحتى الشيء اللي بيهم أكتر مننا هو الولد، صح؟ وين شريا؟ هي راحت مع ريشي، بس لا تقلق عليها. ما بعرف شو قلك، عن جد بعتذر. لا شبكي، ما في داعي تعتذري، ونحن ممنونين لأنه أنيكيت حكى أول، عن جد شكراً إليك. بصراحة نحن هلأ بدنا نخبركم بشي. لا خليني أحذر أختي، جرافي وأنوج رح يصيروا أب وأم. شو؟ يعني أنا هلأ رح أصير جد وما هيك؟ مبروك يا عيوني. جرافي؟ ايه؟ شو؟ لوين رايح بهذا الوقت؟ موعد توصيل. طيب خلي حدا يروح غيرك. لا لا، الشغلة تقيلة فلازم انا اوصلها، لازم نشتغل لانه لازمنا مصاري. طيب روح وانتبه على حالك وتعال بكير.